وللحديث أكثر مشاهدينا عن موقف هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن التدخل الحكومي في شؤون الكنيسة الكلدانية وإشادة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى به، معنا هاتفيا مقرر القسم السياسي في الهيئة دكتور ثامر العلواني. مرحبا بكم دكتور ثامر. إذا وثق معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى موقف الهيئة بشأن التدخل الحكومي الذي وصفته بأسافر في الشؤون الداخلية الكنيسة الكلدانية. ما وقع مثل هذه الإشادات عليكم في الهيئة، ولا سيما أن الكنيسة نفسها أشادت بموقفكم؟ دكتور ثامر العلواني معنا؟ نعم أسمعك أخي الكريم. تفضل دكتور. الهيئة منذ نشأتها بنت مواقفها على أساس وحدة العراق والمحافظة على مجتمعه، وموقف الهيئة كان واضحا ضد التدخل السافر، ضد عزل الكاردينال لويس تاكو. وموقف الهيئة كما ذكر الكاردينال تاكو هو موقف إنساني، موقف وطني، وهو يؤكد على المبادئ السامية والتعايش السلمي في ظل الهوية العراقية الواحدة. الهيئة تعلم أن التدخل بالمؤسسة الدينية المسيحية وتدمير المجتمع المسيحي وتمزيق المجتمع داخل العراق، ولذلك تؤمن الهيئة باستقلال المؤسسة الدينية سواء كانت المسيحية أو المسلمة نفسها كما في الوقت السني أو الوقت الشيعي. هناك تدخل سياسي سافر في شؤون الكنيسة، وأيضا كان موقف الهيئة واضح من باب رفع الظلم الذي أصاب الكاردينال ساكو من قبل شرذمة من المجتمع، فهو ساكو قامة دينية مسيحية لا احترامها، فلا يجوز لا رئيس الجمهورية ولا للعنصر الإرهابي ريان الكلداني أن يتحكم بها. ولكن ماذا نقول ونحن في دولة العصابات والميليشيات التي أصبحت تطغى في كل تصرفاتها وممارساتها على كل ما يجري في العراق؟ يعني في هذا السياق، إلى أي مدى ترى دكتور أن هذه التدخلات تكشف عن الوجه الحقيقي للأحزاب الحاكمة والميليشيات الموالية لإيران داخل العراق؟ ما شاهدناه من قرار رئيس الجمهورية الحالي هو تدخل سافر في شؤون الكنيسة الكلدانية، وهو يعكس حقيقة الواقع المأساوي، واقع الحكم في العراق، لأنه واقع مأساوي أشبه ما يكون بالعصابات المجرمة التي تتحكم بحي ما ولا يمكن لأحد محاسبتها. هناك مقال لأحد الكتاب الأدباء الوطنيين وصف الحالة في العراق كما يجب، عندما قال أن الاحتلال عندما جاء إلى العراق قسم العراق إلى ثلاث طوائف، سنية وشيعية وكردية، ثم ألحق الأقليات بهذه الطوائف الثلاث، مع أن العراق مجتمع واحد يمتلك هوية وطنية جامعة، ولكن الاحتلال تعمد هذا التقسيم لكي يمزق المجتمع. ولكن الاحتلال حقيقة جاء بطائفة رابعة كما ذكرها أحد الكتاب، لم يسميها ولكنه سلمها زمام الحكم في العراق تحت وصاية الاحتلال الأمريكي والإيراني. هذه الطائفة هي التي تحكم العراق الآن، مكونة من القتلة، من الظلمة، من المفسدين، من اللصوص. وزعمت هذه الطائفة أنها تمثل الطوائف الثلاثة، والحقيقة هذه الطائفة هي عدو للعراق. هم من قتلوا العراقيين، هم من شردوا العراقيين، هم من نشروا الفساد والمخدرات في العراق، هم من يسعون منذ 20 سنة في مشروع تدمير العراق. إذن ما أثر هذه السياسات الطائفية على البلاد والسلم المجتمعي في العراق؟ هذه السياسات هي طائفية عنصرية جرت البلاد إلى ما عليه اليوم المآسي. لا أمن، لا أمان، لا اقتصاد، لا زراعة، لا كهرباء، لا وجود حتى للنفط الذي يعد العراق من المصدرين للنفط. واقع العراق مأساوي، بحيث وصلنا إلى أن يؤسسوا ميليشيا من المسيحيين تقتل وتهجر المسيحيين وغير المسيحيين، وتغتصب أملاك المسيحيين. وهذه الميليشيا التي يرعاها أو يرأسها ريال الكلداني تجد دعما قويا من السلطات الحاكمة، من رئيس الجمهورية الحالي الذي يصدر قرار من بتوجيه من ريال الكلداني زعيم الميليشيا الحالي. هذا ما وصلنا إليه، يعني أن من يحكم العراق من الطائفة الرابعة التي ذكرتها آنفا هم من يسعون في تدمير العراق وأوصل العراق إلى ما هو عليه اليوم.
نعم، إذن شكرا جزيلا كمقرر القسم السياسي في الهيئة دكتور ثامر العلواني.